بسم الله الرحمن الرحيم. يجدد النظام الخليفي جريمته النكراء بتهديد شبابنا الأبطال المقاومين بجريمة الإعدام تجاه أبطالنا الشباب، الشاب المجاهد أحمد الملالي والشاب المجاهد علي العرب، يظن بذلك بأنه يستطيع أن يذل أبناء الشعب الأبي، ويظن بذلك أنه يستطيع أن يركع أبناء شعب البحرين وأن يخضعهم لإرادته ولسلطته ولظلمه. ولكن شبابنا أبطال، لا يموتون ولا يقتلون إلا وهم وقوف كالنخيل الباسقات. لا يمكن لهذا النظام الخليفي أن يركع أبناء شعبنا أو أن يخضعهم. هذه دعوة.